الأربعة كيلومترات هي مسافة هذا الشوط. كما نذكر بأن الجائزة سيارة لصاحب المركز الأول وجوائز نقدية ثمينة من المركز الثاني وحتى المركز العاشر. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين. نسير بحضراتكم إلى المقدمة وإلى المركز الأول. وزن على الاندفاع الأول، وزن على الانطلاق الأول، ولكن هنالك من غيرت الواعية. مبارك بن خليفة بن خريدة السبوسي يتواجد هنا على المركز الأول. المركز الثاني تتواجد شواهين محنة بن سهيل بن مهنة العامري يتواصل هنا على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث من تسللت هنا قبة لسيد محمد بن حمد بالقرين العامري يتواجد على مستوى المركز الثاني. المركز الرابع هنالك الضفرة جاسم بن محمد بن مبارك السعدي على المركز الرابع. وخامس التحديات المركز الخامس هنالك الشاهنية سعيد بن الرملي بن محمد بن مطر العامري هنا يتواجد على مستوى المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام للخمسة الأسماء الأولى الباحثة عن الناموس، الباحثة عن الفوز والانتصار، والباحثة عن السيارة. نعود بحضراتكم إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى الاندفاع الأول وصدارة الشوط. الله الله، لا زالت مسيطرة الواعية. الواعية تسير بخطى واثقة على مقدمة الشوط، ويقدم لنا الواعية مبارك بن خليفة بن خريدة السبوسي. يحتل المركز الأول، يحتل مقدمة الشوط، وأول المستكشفين عن ناموس مهرجان قصر الحصن. يا سلام. المركز الثاني، ثاني التحديات، الشعار القادم، الاسم القادم، وزن مبارك بن أحمد بن سويلم العامري وصل بن سويلم على المركز الثاني. ولكن هنا من بدأت تتسلل، من بدأت تتقدم رويد الرويدل شواهين القادمة بشعار مهنة بن سهيل بن مهنة العامري يصل على المركز الثاني. المركز الثالث قبة لسيد محمد بن حمد بالقرين العامري. المركز الرابع هنالك الضفرة لسيد جاسم بن محمد بن مبارك السعدي يحتل المركز الرابع. وخامس التحديات هنالك الانطلاق من الجانب الايمن، تتواجد هنالك جمهرة عبد الله بن خليفة بن محمد المرر على المركز الخامس. هذه النتيجة ونداينا الثاني لمسيرة هذا الشوط، وليست النتيجة النهائية. لن يتابع أسماء قادمة ما بعد الخمسة المراكز الأولى، ولكن نبقى مع الواعية. الواعية على المركز الأول، الواعية على مقدمة الشوط مبارك بن خليفة بن خريدة السبوسي. السبوسي على المركز الأول. السبوسي بدأ يباعد المسافة ما بينه وبين المراكز الثانية. انفراد مميز على مقدمة الشوط في مسيرة هذا التحدي. ولكن دير بالك، الأسماء قادمة. هنالك الضفرة جاسم بن محمد بن مبارك السعدي يحتل المركز الثاني. المركز الثالث القادمة الشاهنية سعيد بن الرملي بن محمد بن مطر العامري على المركز الثالث. والمركز الرابع القادمة هنالك والمتدخلة الفاتنة الحبروت بن حمد بن سالم الجنيبي، وأيضا هنالك الشاهنية سالم بن رباح بن عوض السحيمي الحربي وصروب له المملكة. ولكن الواعية، الواعية على مقدمة الشوط وبدون أي أوامر على الواعية، على الصدارة، على المركز الأول. السيارة لمن؟ الفوز والانتصار لمن؟ اقتربنا من جولة الأوامر 500 متر أخيرة، فاصلة عن الناموس، فاصلة عن الفوز والانتصار. الواعية، الواعية مبارك بن خليفة بن خريدة السبوسي الحربي على المركز الثاني. الشاهنية سالم بن رباح بن عوض السحيمي الحربي، وأيضا القادمة هنالك الضفرة جاسم بن محمد بن مبارك السعدي. الواعية، الواعية الواعية الأقرب للناموس، الأقرب للفوز والانتصار. السعدي، السعدي يقدم لنا الواعية، الواعية اللحظات الأخيرة. مبارك بن خليفة بن خريدة السبوسي. الله
الله الله وصلت شواهين أيضا بن علي بن سالم من عامري، ولكن تهانينا والناموس لمالك الواعية على هذا الفوز والانتصار. السلامات إلى سويحان، من سويحان إلى سويحان، تهانينا والناموس لمالك الواعية مبارك بن خليفة بن خريد السبوسي. المركز الثاني وصلت في الأمتار الأخيرة شواهين عيضة بن علي بن سالم العامري، تأخرت كثيرا يا بن عيضة. المركز الثالث وصلت الضفرة جاسم بن محمد بن مبارك السعدي. المركز الرابع هنالك شاهني سالم بن رباح الحربي. المركز الخامس ميزة عبد الله بن عامر بن سالم المغيري. التوقيت الزمني 5:53، 3 أجزاء من الثانية هو توقيت الواعية. مبارك بن خليفة بن خريدة السبوسي ليبقى السلام هنا في مدينة التراث في مدينة سويحان. المركز الثاني 5:54، 4 أجزاء من الثانية حضرت في الأمتار الأخيرة شواهين عيضة بن علي بن سالم العامري، تهانين والناموس. المركز الثالث 5:55، 5 أجزاء من الثانية هو توقيت الظفرة جاسم بن محمد بن مبارك السعدي، تهانينا والناموس. إذن باسمك اللهم نبي.